نرحب بالضيوف الكرام ممثلي قيادة عمليات نينوى، فأهلا وسهلا بمقدمهم. يقوم أمر التموين والنقل بإيجاز عن الواجب المقبل وتسليم الأمر الإنذاري لآمر السرية. يقوم آمر السرية بدراسة الخريطة مفصلة والتوصل إلى وضع خطة مجملة. يحضر آمر السرية ويصدر الأمر الإنذاري على ضوء الأمر الإنذاري الذي استلمه من التشكيل. إنذار وقوف الخرائط 1/50,000. تتهيأ سريتكم للحركة. أمامكم منضدة الرمل. آمر فصيلة ثالث يحتل فصيلكم الجهة الجنوبية من المعسكر. والآن دخل الفصيل الأول لاحتلال المكان الجديد في المقر. تتقدم الآن عجلة الإسعاف لإخلاء الشهيد والجريح، وتتقدم أيضا عجلة الإنقاذ لإخلاء العجلة المعطوبة. تعرضت السرية لضربة جوية تنتشر المراتب وتأخذ وضع المقاومة. عند انتهاء الضربة بصافرة طويلة في هذا اليوم المبارك قامت أمرية تمويق الفرقة المشاة 15 وبناء على توجيهات السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد قائد قوات البرية، واعتبار هذا العام عام التدريب للجيش العراقي، بتنفيذ مظاهرة تنقل وانفتاح سرية بمستوى سرية تموين ونقل في معسكر الكسك. وقامت سرية تموين نقل 72 أمرية تموين نقل الفرقة 15 بتنفيذ هذه المظاهرة وبحضور السيد ممثل السيد قائد عمليات نينوى، وكان التنفيذ جيد ويبشر التدريب بخير إن شاء الله، وأعطى رسالة اطمئنان لكافة المقاتلين بأن القطاعات وصلت إلى مستوى عالي من التدريب. وحسب التوجيهات المراجع قيادة فرقة المشاة 15 ماشية في إعداد المظاهرات، وهناك كانت مظاهرات سابقة بانفتاح وحدة ميدان طبية وأيضا بطارية خفيفة، ولدينا مظاهرات وتمارين لاحقة إن شاء الله خلال هذا حتى نهاية هذا العام، متمثلة بالمدفعية والصنف الهندسة الآلية الكهربائية وتنقل وانفتاح المقرات مستوى فوج واللواء وفرقة. وإن شاء الله نعاهد قياداتنا العليا أنه مع القتال نتدرب ونتدرب لنقاتل ونقاتل كأننا نتدرب. الحمد لله وشكر. تم حضور مظاهرة تنقل حركة سرية تموين نقل 72 لواء المشاة 15، وكانت المظاهرة بمستوى جيد جدا ومن حيث الترتيب والتنظيم وأساليب الحركة، وتكاد الأخطاء تكون معدومة. هناك بعض الملاحظات على هذه المظاهرة، والحمد لله كانت المظاهرة معدة بشكل جيد من قبل آمر سرية تموين النقل وآمر تموين النقل فرقة 15.